بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذا مجلس في الأسماء الحسنى، أسماء ربنا تبارك وتعالى، ونحن في يوم السبت لإثنى عشر خلونا من شهر ربيع الآخر لعام 39,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق 30 من الشهر الثاني عشر لعام 17,200 بالتقويم الجريجوري. وهذا الاسم الذي هو معنا أيها الكرام الفضلاء تدل عليه المناسبة التي نحن فيها، وعلينا أن نتدبره جيدا وأن ننتبه إليه، فهو نحن نحتاجه كثيرا في حياتنا وفي ممارساتنا وفي تحياتنا وألفاظنا وما نلقيه للناس من القول والسلام. هذا الاسم أيها الفضلاء ثبت في السنة، ونحن كما نحرر دائما أن أسماء الله الحسنى ثبتت منها في القرآن وثبت منها في السنة. الشيخ بن عثيمين في الكتاب الماتع القواعد المثلى في الأسماء الحسنى جمع 99 اسما، 66 من القرآن و 33 من السنة. وهذا الاسم ثبت في السنة واختاره أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، اسم الله الطيب. جميل صحيح، اسم الله الطيب. الطاء المهملة والياء المثنى التحتانية والباء الموحدة التحتانية معنى لغوي صحيح يدل على كل ما هو طاهر وسالم وهو عكس الخبيث. نعيد، طيب يدل على هو كل ما هو طاهر وسالم فهو من الطهارة والسلامة، وهو ضد الخبيث. ومنه نقول وتتسع معانيه، فنقول أرض طيبة، ولذلك ربنا قال إيش؟ ورب، يا سلام، ورب غفور. وأيضا يصلح للنبات، فنقول نبات طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد الريحان. الريحان إذا حد أعطاه لك حتى لو عندك حساسية لا ترده. وأيضا ريح طيبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وتسمى الريح طيبة إذا كانت لينة وليست بشديدة، تسمى هذه ريح إيش؟ ريح طيبة. وأيضا طعمة طيبة وكلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ابن القيم سود صفحات كبيرة، قال هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد. في أطيب منها يا إخوان؟ ما في والله أطيب منها. ما في أطيب من لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وربنا عز وجل قال إليه يصعد الكلم. الله أكبر. إذن يا عبد الله الاسم هذا اسم عجيب، نحن محتاجينه في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان. لا تخرج من لسانك إلا كلاما طيبا لكي يصعد فيكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيفنى كل كاتب ويبقي الدهر ما كتبت يدا، فلا تكتبن بيمينك إلا شيئا يسرك في القيامة أن ترى. جاء رجل لخالد بن الوليد فأسبه، أعطاه كلام خبيث ما هو طيب،
قال هي صحيفتك فابلأها بما شئت. الأحنف بن قيس جاء له رجل قال يا أحنف لو قلت كلمة رددت لك عشرة، قال والله لو قلت عشرة ما سمعت مني واحدة. قالوا أنت لو قلت عشرة سيئة ما تسمع مني واحدة. وقال الشاعر وما أجمل ما قال إذا سبك السفيه فلا تجبه، ففضلا عن إجابته السكوت، إن أجبته فرجت عنه، إن تركته كمدا يموت. وقال الآخر يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود الأصلي كل ما تحرق عليه كل ما إيش يخرج منه الريح. نعيدها هذا البيت الجميل، إذا سبك السفيه يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد. شوف التفاعل هذا، جزاك الله خير بارك الله فيك. شوف الناس الطيبة الله يجعلهم الطيب في جيبة سبحان الله، طيب موجود في جيبة. كنا في زيارة لأحد الأخوة من طلبة العلم فأخرج عودة، قال والله يا أخواني الكيلو منها ب27,000 ريال وما تغلى عليكم. أعيد، قال والله الكيلو منها من مكان الفلاني ما بنسوق لأحد ما حنقول اسمه، قال ب27,000 ريال وقال ما يغلى عليكم سبحان الله. شوف الكلام. ولذلك الأصدقاء نوعان والجلساء نوعان، انتبه من هذا الجليس اللي ما عنده غير طنطنة ودندنة وغيبة ونميمة، خلك مع الجليس الصالح كحامل المسك له ثلاثة فوائد. إما أن يحزيك يطلع ويقول لك اتفضل ما تغلى عليك، اليلنجوج تعرفون وش اليلنجوج؟ هذه محاضرة لفصيح الحجاز الشيخ علي بن عبد الخالق القرن اسمها اليلنجوج، كل طيب اسمه إيش يلنجوج، وأنتم يلنجوج هذا الحي وهذا المسجد، وأنا أزكيكم على الله. مثلي ومثلكم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا كأنكم في ظلام الليل أقمار، فلا أبعد الله قلبي عن لقائكم يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. والله يجمعنا كما جمعنا هنا أن يجمعنا أخرى بدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه تدخل عنده كده وتشتري منه، وإما أن شم من ريحة طيبة، لا حصلت فلوس تشتري ولا أعطاك لكن على الأقل شم من ريحة طيبة سبحان الله. يقول لك فلان مر من هنا وبقي الأثر طيبه يدوم طويلا سبحان الله، ومعد كده تقول لك والله هذا طيب فلان. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقتتل عليه الجواري من تغسل ثيابه من الطيب اللي يحطه، وما كان يلبث الثوب إلا مرة واحدة، فلما ولي الخلافة ما كان يخلع الثوب وما يلبس في حياته إلا ثوب واحد. شوف كيف سبحان الله، الله أكبر، شوف كيف الزهد. يقول إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه عمر بن عبد العزيز ابن مروان، وده عبد الملك ابن مروان. قال فتزوجتها ثم تاقت نفسي إلى الإمارة، فولي إمارة إيش طيبة بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنلتها. قالت وتاقت نفسي إلى الخلافة، وما بعد الخلافة إلا الجنة، وإن نفسي تدخل الجنة. خلاص عظمة عنده زهد في كل الدنيا، هذا ما يبغى شيء، يبغى إيش المعالي، معالي الأمور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر كما في صحيح مسلم فأكب عليه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الله الطيب احنا قلنا ثبت في السنة، حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني رضي الله عنه وأرضاه
روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. هذا هنا عشان قد قلنا اسم الله إيش؟ الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله أكبر. وكلمة لا يقبل إلا طيبا نكرة في سياق جملة النهي، جملة الحصر والقصر، لأنها مستثناة ناقصة منفية تدل على العموم. إذن كل حياتك لابد تكون إيش؟ طيبة. اكسب طيبا، انطق طيبا، عاشر طيبا، عامل الناس بالطيب، وقولوا للناس حسنا. وفي رواية عشرية متواترة: وقولوا للناس حسنا. ومن الحسن والحسن ألا تقول هابي نيو كريسمس، من الحسن والحسن ألا تقول هابي نيو كريسمس، لأن هذه الكلمة لا تجوز. تهنئ بمن؟ بابن الإله أم بالإله؟ أعوذ بالله. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وإن الذين يحتفلون بهذه الأعياد أو يشاركون فيها فإنما كأنهم يحتفلون بمن سجد للصليب وهنأ به. معاذ الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا كبيرا منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وفي رواية ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الدنيا كلها تذهب، لا أرض ولا سماء ولا جبال، من أجل هذه الكلمة: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. روى البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التفسير باب ما جاء في اسم الله الصمد وباب ما جاء في قوله قل هو الله أحد، قال الله عز وجل: كذب لابن آدم. اسمع يا من تريد أنك تهنئ بهابي نيو كريسمس، أو تخلي عندك البوست على الفيسبوك هابي نيو كريسمس، أو تخلي التغريدة هابي نيو كريسمس، أو إلى آخره، أو يذهب يشتري the tree of the Christmas، شجرة الميلاد، أو يذهب لي يشتري باباهم نويل، أو يقول حنشتري تورتا، ما حنقولها بنيو كريسمس لكن حنظبط يعني أن نستقبل سنة جديدة. اسمع يا رعاك الله، اسمع، الله يحفظنا وإياك على الطاعة. قال: كذبني ابن آدم وما يكون له ذلك، وشتمني ابن آدم وما يكون له ذلك. كيف يا ربي؟ قال: أما تكذيبه إياي فقال إنه لن يعيدني كما خلقني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقال إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم تلا قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تريد يا مسلم أن تشتم الله؟ حاشاكم أبدا. تريدون أن تشتم الله؟ حاشاكم. إذن لا تفعلوا شيئا يغضب ربكم ولا يخرج منكم إلا كل طيب. ومن كان له، وإحنا اليوم معانا جاء حضر الأخ الأمريكي، إحنا الآن معانا مسلم أمريكي
أصله من أمريكا، زارنا اليوم وإن شاء الله تسلمون عليه بعد الدرس لتعلموا عظم هذا الدين. كما أخبر النبي الكريم أن هذا الدين عليه الصلاة والسلام لا يدخلن بيت كل حجر وشجر ومدر وبابر بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا يكن هذا المسلم الأمريكي الذي عاش 26 سنة في النصرانية لا يكن أيها الفضلاء أحرص على الدين منا، وإن كان فيه خير زال الله خير. صلى الله أن يثبته وأن يبارك فيه وأن يثبتنا جميعا. والهداية بيد الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. احفظ معي، كل أسباب إجابة الدعاء موجودة، المسافر دعوة إيش؟ مستجاب. يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن ولا تبيع في ذلك اليوم لا ورود لهذا الاحتفال ولا شيء أبدا، فتكون مشاركا معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. بعض الناس يفهم الآية هذه فهما خاطئا، البر والقسط شيء والمواد شيء آخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ثم قال: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاسم الله الطيب أيها الطيبون أيها المباركون ينبغي أن يكون في حياتنا، في كسبنا، في أمورنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلو إيش هو؟ صغير إيش؟ صغير الخيل. زي ما تكون حريص على الفلو هذا إنما يصير له شيء، الله يربي لك هذه الصدقة التي من كسب طيب ثم تلقاها هناك. وما أدراك ما هناك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم تذكر قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. أيها الموظف في وظيفة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، اتق الله في المال الذي تحت يديك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه من غير إذن ولي الأمر أو من غير إذن من يوكله ولي الأمر أو من غير إذن صاحب المال. ستسأل يوم القيامة في غزوة خيبر، وهذا الذي قتل 11 نفسا ما ترك شاذة ولا باذة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار تتقد عليه في الشفين، في الشملة التي غلها من الغنيمة. وما كان لنبي أن يغل، وفي رواية يغل، يعني لا النبي يسرق من الغنيمة ولا أتباعه يسرقون من إيش؟ من الغنيمة. ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة. واعلم أنك أخي المبارك إن كنت طيبا سخر الله لك الطيبين. قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق
ورزق كريم. واعلم أيها المبارك أن الطيب في الدنيا من أسباب دخول الجنة. وهودوا إلى الطيب من القول وهودوا إلى صراط الحميد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أسباب دخول الجنة الهداية إلى القول الطيب، وإن كان لا إله إلا الله هو مفتاحها، مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، تجد أن أهل الجنة لما يكونوا في الجنة من يدخل عليهم؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والجنة لها ثمانية أبواب، بين المصراع والمصراع، ما بين صنعاء إلى بصرة، من صنعاء إلى بصرة الشام، مو البصرة، بصرة في الشام 1000 كيلو، هذا ما بين إيش المصراعين، يعني مسافة من جدة للرياض، وهي يومئذ كضيض. ثم تستفتح لمن؟ لأبي القاسم: أجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم ترد النساء، خلقت وبرا من كل عيب، كأنما قد خلقت كما تشاء. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء. فالوجه بدر والسمات مليحة، والنظم در والشفاه شفاء. وله الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال: اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو أبو القاسم الذي أنت تحبه، فلا تهنئ تهنئة تغضب ربك ثم تغضب نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم من كان طيبا في حياته كسبا وقولا وحياة، فإن الملائكة تنزل عليه تتوفاه وتأخذ روحه كالقطرة من في السقاء. قال ربنا عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يؤتى له بحنوط من الجنة، وينزل الملائكة من الجنة لونهم أبيض وعليهم رائحة طيبة جميلة، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك إيش؟ الله أكبر، أنا عملك الطيب، أنا عملك الصالح. ثم اعلم يا عبد الله، وبه نختم، أن العمل الصالح الذي يرفع والكلام الطيب، العمل الصالح الذي يتقبل والعمل والكلام الطيب الذي يرفع، لابد أنه يصيبك بالحياة الطيبة. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال حياة سعيدة، قال حياة شيء. فرق بين الحياة الطيبة والحياة إيش؟ السعيدة. لأن الحياة السعيدة تحتاج إيش؟ فلوس، وتحتاج إمكانيات. أما الحياة الطيبة، وإن كان فقيرا يا إخواني، وإن كان فقيرا يشعر بإيش؟ بأنه يملك الدنيا وما فيها، لأنه يعيش حياة إيش؟ يعيش حياة طيبة. ثم اعلم تماما أخي الحبيب الغالي، أن من نقى نفسه من الدخان والحرام في الدنيا يسقى الشراب الطهور فين؟ هناك. قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفريق ومن أهل هذه الجنان، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم آباءنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين، من كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. اللهم انزل على أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي رحمة وعافية وسترا وبرا يا رب العالمين. بارك أزواجنا وبيوتنا ونساءنا وذرياتنا. اللهم وفق أبناءنا غضا في اختبارات الدنيا يا رب العالمين، وأعنهم عليها، ووفقهم بعد ذلك في اختبارات الدار الآخرة، واجعلنا وإياهم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اعطنا سؤلنا واقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمرنا لكل خير وعينهم على كل بر، ويسر لهم بطانة الخير ونجهم من بطانة السوء يا رب العالمين. احفظ بلادنا واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وسدد سهام جنودنا على الثغور يا رب العالمين. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا قوي يا جبار يا متين. اللهم ابسط كنفك على بلاد المسلمين جميعا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وديوننا واسترنا، واجعل تحت الستر عملا صالحا تحبه يا رب العالمين. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاح قمر وورق عود. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.